نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. هذا سائل يقول: كيف نرد على بعض أتباع الحجول الذين يستدلون بزيارة الحجول الأخيرة للعلماء، فيقولون كيف يكون الحجول مبتدعا ويجلسون معه، وهل الفوزان والمفتي يجالسون المبتدعة؟ هل الفوزان والمفتي يعرفان عنه ما يعرفه عنه غيره من العلماء، غيرهما من العلماء؟ هل الفوزان والمفتي يعرفان عنه ما يعرفه عنه غيرهما من العلماء الذين بينوا وأوضحوا وجلوا ما عنده؟ الاستدلال بهذا استدلال بغير حجة، استدلال بغير حجة. فحتى بعض عتاة المتعصبين له من الجزائر يقرر لما أورد عليهم استقباله لكبار وعتاة من أهل البدع، قالوا: لا يلزم من استقباله لعتاة من أهل البدع أتوا لزيارته أو تعزيته أو اللقاء به، لا يلزم أنه قد أعلن المهادنة معهم والرضا بما هم عليه إلى آخره. فإذا كان لا يلزم من استقباله هو لرؤوس أهل البدع أن في ذلك تواطؤا وقبولا منه لهم ورضا منهم عليه، فكيف نستدل بنفس الزيارة لعلماء السنة على أنهم يرونه على طريقة جيدة؟ إما هذا من التناقض والاضطراب، إما أن تكون الزيارة لشخص ما عالم، واستقباله له دليل على توثيقه وعلى ثنائه عليه، فنعتبر إذن استقباله لكل من زاره ومنهم رؤوس في الضلال أو التقى به أو جاءه وجلس معه وتحدث معه، سواء كان ذلك اللقاء والجلوس في صنعاء أو كان ذلك اللقاء والجلوس في الرياض، إقباله لكل هؤلاء ممن قد عرف ضلالهم وكان هو المتكلم فيهم بعينه في أعيانهم، لا يعد بعد ذلك ثناء عليهم، فكيف تستدلون باستقبال علماء لا يعرفون عنه ما عرفه الآخرون عنه، تعدون ذلك احتجاجا وتزكية؟ فالحقيقة ليت السائل ذكر شبهة، لأن من الشبه ما يعد شبه ويشتبه ويحتاج فعلا إلى كشف وإيضاح. أن مثل هذه الأفعال، وما أجمل ما ناظر فيه عمر بن عبد العزيز الخوارج، بعض الخوارج كما روى ذلك الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم، فضل بإسناد لا بأس فيه إن شاء الله، فقال لهم لما طالبوه، قالوا له: ما دمت قمت بالعدل والسيرة الحسنة فلا نقبل منك حتى تلعن وتسب أهل بيتك الأمويين الذين سبقوك بالحكم، جيد، لكونك خالفتهم في الطريقة، فمن مقتضى أنك تختلف أنت وهم في الطريقة أن تتبرأ منهم وأن تلعنهم، وإلا نحن تبرأنا منك. فقال لهم: أسألكم أنا، أدين الله واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ قالوا: بل دين الله واحد. قال: طيب. ثم ساق لهم أمثلة يطول الآن الوقت بذكرها والمناورة طويلة. قال لهم: أيسعكم أن تعذروا فلانا وفلانا وقد اختلفا في سياستهما إلى أن وصل إلى بعض فرق الخوارج كأتباع نافع بن الأزرق
وغيرهم، فقال لهم: هؤلاء هم خرجوا إليكم من الكوفة، أو خرجوا إليكم إلى الكوفة، وفي الطريق قتلوا خباب بن أرط وبقروا بطن جاريته، ودخلوا وقد دخلوا على بني فلان فقتلوا رجالهم ونساءهم ووضعوا أطفالهم في القدور المغلية، ودخلوا على كذا ومشوا حتى وصلوا إليكم، أي إلى الفرقة الأخرى من فرق الخوارج في المكان الفلاني، وكان أولئك لا يرون سفك هذه الدماء ولم يقوموا بها، أفوسع تلكم الفرقتين أن يعذر بعضهم بعضا؟ قالوا: نعم. قال: ويسعكم أنتم أن ترضوا عن الفرقتين أيضا مع اختلاف سياسة وطريقة الفرقتين؟ قالوا: نعم. قال: سبحان الله، يسعكم، يسعهم أن لا يتبرى بعضهم من بعض وقد اختلفوا في الموقف من الدماء والسفك، ويسعكم أنتم أن تتولوا الطائفتين مع افتراق طريقهما، ولا يسعني أنا ألا أتبرأ من أهل بيتي وقد اختلفت معهم في الطريقة. إن دين الله واحد، إن دين الله واحد. فإما أن يكون استقبال الفوزان والمفتي والعباد فقهم الله نفع بهم الإسلام والمسلمين، استقبالهم تثنية ثناء وتزكية له ورد لكلام من تكلم فيه وأقام الحجج عليه وبين ما عنده، فنقول: وكذلك يكون استقباله. ولهؤلاء فإن قالوا: لا، لا يقصد، لا يلزم من استقباله لهم لأبي الحسن ولغيره، لا يلزم من ذلك أن يكون مثنيا عليهم أو أنه يعني متراجع عن تبديعهم وعن تضليلهم وعن جميع ما قاله في أشرطته عنهم، فنقول: كذلك لا يلزم هذا، مع الفارق إذ هو يعلم عنهم البدع وبدعهم بأعيانهم وتكلم عليهم طيلة ما يقرب من 12 عاما هو وطلابه. وأما الفوزان والمفتي فهل يعرفان ما يريانه بدعة ويقفا ووقفا على ما يعتقدان أنه بدعة في حقه هو؟ هذا أمر، وهذا واضح، إن دين الله واحد فاتقوا الله. والأمر الثاني أن الشيخ الفوزان قد سئل في موطن لا أدري أقديم أو جديد، سمعت مقطعا من الصوت أسماء أرسله لي بعض الإخوة، وفيه يقول: ما كل من سلمنا عليه والتقينا بنعرف، من جاء يسلم علينا سلمنا عليه. والله تعالى أعلم.